السلام عليكم مشاهدي قناة طب حدقة، مرحبا بكم. في هذه الحلقة كنقترح عليكم واحد الشهيوة اللي ما غتشبعوش منها، المعقودة. باش نوجدوا هذه الوصفة غادي نحتاجوا سكنجبير، بزار وملحة، نص كيلو د البطاطا، زيت المائدة، دنجالة، طون، البيض، فلفلة حمراء، معدنوس، ثومة، شابلور ديال الروز، زعفران دامتي، خمارات ايديال، مايفين ايديال. وها هما المقادير غادي يبانوا على الشاشة. خذي الفلفله وقطعيها، قطعي الدنجاله، قطعي المعدنوس حتى هو، ديري البطاطا في الطنجره وخوي عليها الماء بارد وشعلي عليها لمده 15 دقيقه تقريبا باش تسلق. ودابا شحري الدنجالة مع شوية الزيت والفلفلة حتى هي، ومن بعد قطعيهم طريفات صغار بهذا الشكل. إلا بغيتي تصوبي مايونيز خفيفة، خذي بطاطا مسلوقة وديريها في الميكسور، زيدي عليها لا موطارد، زيدي البيضة، ثومة، البزار، الملحة، معلقة الزيت، ومن بعد طحني كل شيء وبقاي تكبي الزيت على الخليط. ودابا خذي البطاطا المسلوقه ومعسيها مزيان، ومن بعد زيدي عليها الدنجال والفلفله والطون، المعدنوس، بيضه، شويه ديال سكنجبير، الملحه، البزار، زيدي شويه ديال الخمارات ايديال باش طيب مزيان من الداخل، وزيدي شويه ديال النشا مايفين باش تجمع وترطاب، وزيدي عليهم دامتي زعفران وخلطي كل شيء. من بعد صوبي كويرات بهذا الشكل. ودابا خذي الكويرات ديال المعقوده وديريهم في الشابلور ديال الروز، ومن بعد قليهم. يا سلام على المعقودة، قدميها بهذا الشكل وزيدي معها المايونيز اللي صيبتي. وبالصحة والراحة. كنتمنى هذه الوصفة تكون عجباتكم، جربوها وبارطاجوها مع احبابكم، شاركوا معنا في القناة، ضغطوا على الجرس وتابعونا في الفيسبوك. إلى اللقاء في الوصفة الجاية.